السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. اول حاجه بغيت نقول لكم بلي الناس اللي كيدخلوا دابا مازال كيدخلوا يتسجلوا في موقع شكايه بلا ما تبقاو تدخلوا تسجلوا في موقع شكايه، لانه خرجوا الموقع ديال التضامن فين غادي تقدموا الشكايه ديالكم. المهم اول حاجه كنطلب من الناس اللي يلاه دخلوا وكيتفرجوا فيا، نتمنى منكم ديروا ابوني لاشين ولا تشتركوا في لاشين، تفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله غدا غير يطلق السيت اللي هو هذا تضامن. نوريكم الطريقه كيفاش تسجلوا ان شاء الله، كيفاش تديروا الشكايه ديالكم. كيف ما كتشوفوا هذا هو السيت اللي فيه تسجلنا فيه هو تضامن. داروا فيه غيديروا فيه واحد البلاصه ديال الشكايات الناس اللي ما خداوش، يعني الناس اللي ما استافدوش ويستحقوا يستافدوا، يعني الناس اللي عندها ما محتاجاش بلا ما تدفع الشكايات الله يرحم الوالدين، خلوا الناس اللي محتاجه هي اللي تاخذ هذا مكان. كيف ما قلت لكم غير ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس، غدا ان شاء الله مع الصباح غير يطلقوا السيت غادي ندير لكم فيديو كيفاش تسجلوا فيه، حيت بزاف الناس ما كيعرفوش، راه ماشي باغي نطلعوا المشاهدات ولا باغي نتشهروا على الناس، راه الناس بزاف الناس ما عارفين ما كيعرفوش، حيت بزاف الناس ما كيعرفوش يتعاملوا مع المواقع، حيت كيجيو شي وحدين فهامه كيقول لك راه باغي نطلعوا المشاهدات. كون باغي نطلع المشاهدات راه نهضر على الشيخات وداكشي، راه غنطلع المشاهدات، احنا راه ما كنهضروش على الشيخات، لا كنبارطاجيو الشيخات، راه كنفيدو غير الناس. بركة من التفاهة الله يرحم لكم الوالدين. هذا مكان كيف ما قلت لكم راه السيت هما دايرين لكم هنا هذا الاعلان، قال لك سيتم ابتداء من يوم الخميس 21 ماي 2020 اطلاق خدمه ايداع شكايه الاسر التي لم تتوصل بالدعم بناء على طلبات استفادتهم من عمليه دعم مؤقت للاسر العامله في القطاع الغير المهيكل المتضرر من الحجر الصحي بسبب هذه الجائحه، سواء المرحله الاولى الخاصه بالاسر المستفده من نظام الرميد او الثانيه بالنسبه للاسر غير المستفده من هذا النظام، يعني الناس اللي ما خداوش في الرميد والناس اللي تسجلوا في تضامن وما خداوش وغادي ياخذوا بنظام رجعي، يعني غياخذوا الشهرين اللي فاتت وهذا الشهر هذا، يعني الشهور اللي استفدوا منهم الناس قبل ما يستافدوا هما غياخذوا الشهر الاول والثاني وهذا الثالث اللي غيجي ان شاء الله. هذا مكان، وما تنساوش ديروا ابوني وتبارطاجيو مع الناس، الناس اللي عارفه تسجل راه غدا ان شاء الله غيطلقوا ودخلوا ليه راه هو هذا، الناس اللي ما عرفاتش راه غدا ان شاء الله غندير لكم فيديو كيفاش تسجلوا، واللي بغى يتسجل ما عرفش يتسجل ولا شي حاجه يصيفط ليا في لاباج فيسبوك ديالي وراه نسجلوا ان شاء الله. وهذا مكان، بارطاجيو الفيديو مع الناس، تهلاو في راسكم.